اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الملصقات في بريكرز أرت. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى أسفل البحث هنا عن بريكرز أرت. سوف يظهرنا على هذا الشكل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن بريكس أرت، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط